هايوم يونغ دونغ الذي يعد جنة التسوق في مدينة سيول، انتشار واسع لحمى التسوق الليلي وخاصة في أوساط المراهقين الكوريين. بينما ينهمك الكثيرون في التسوق، تبدأ وردية العمل الليلي بالنسبة للآخرين. إنهم جامع القمامة التي يخلفها المستهلكون في هذه المدينة الكبيرة. حوالي 20,000 من سكان سيول يعيشون من إعادة تدوير النفايات أو يكسبون من خلالها مالا إضافيا. وهم يتنقلون غالبا بين الأحياء الترفيهية والتجارية. في معظم الأحياء السكنية هناك فصل منتظم بين أنواع النفايات. يسمح القانون لجامع القمامة الانتفاع بالأغلفة البلاستيكية والأوراق القديمة والمعدن، لكن المشكلة هي أنهم يقومون أيضا بجمع النفايات الإلكترونية لأن المعدن يجلب لهم مالا جيدا، لكنهم لا يتخلصون من بقايا هذه الأجهزة بطريقة تحافظ على البيئة، فغالبا ما تحتوي الثلاجات أو غيرها من الأجهزة على مواد ضارة. سكان سيول يلقون شهرياً قرابة 1000 طن من النفايات الإلكترونية في القمامة، جبل من الفاكسات القديمة والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة. عشرون بالمئة فقط من هذه النفايات يتم إعادة تدويرها، ومن خلال هذه المنشأة الجديدة تريد سيول رفع هذه النسبة. تحويل النفايات إلى مواد أولية أو ما يسمى بالتعدين الحضري يشهد إقبالاً في كل أنحاء العالم. يقوم العمال بتفكيك أجهزة المايكرويف والكمبيوتر بحثاً عن الفضة والنحاس وحتى عن الذهب. أكثر من 50 كيلوغرام من المعادن النفيسة تم العثور عليها هنا. غالبا ما يتم القيام بهذا العمل في البلدان النامية، ويتم من خلاله استغلال النساء والأطفال وتلويث البيئة. وبما أن كوريا تستورد كل ما تحتاجه من مواد أولية، فعليها أن تستفيد من الكميات المتزايدة من النفايات الإلكترونية وأن تزيد من نسبة إعادة تدويرها. يعيش في سيول ومحيطها أكثر من 20 مليون شخص، ما يجعلها من أكثر المناطق اكتظاظاً في العالم، كما أنها من أغنى المدن الكبيرة. وما كان قبل عقود قليلة حقولاً للأرز، تحول الآن إلى أبراج من المكاتب وعمارات سكنية تلامس عنان السماء. وعلى غرار النمو الاقتصادي، ارتفعت في سيول أيضاً كمية النفايات. قرابة 12,000 طن من النفايات تلقى يومياً في القمامة، أي أكثر بثلاث مرات بالمقارنة مع برلين مثلاً. من خلال منشآت حرق النفايات يريد الكوريون التغلب على هذه المشكلة. لا تسبب هذه المنشأة الحديثة أي تلوث. الحرارة الناجمة عن الحرق تستخدم لإنتاج الكهرباء، كما تستفيد منها 100,000 أسرة في التدفئة. النفايات تحولت إلى مصدر للطاقة. من خلال حرق النفايات يمكننا التقليل من استهلاك النفط أو الغاز، وهذا ما يخفض 21,000 طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لكن ولضمان الاستمرارية، يبقى السبيل الوحيد هو التقليل من النفايات مستقبلا وإعادة تدوير المزيد منها. أزهار الكرز في سيول، هنا يظهر الجانب الأخضر لهذه المدينة العملاقة. بالمقارنة مع الكثير من المدن الأسيوية الكبيرة، تعد سيول رائدة فيما يتعلق بالحدائق العامة ووسائل النقل العمومية وحماية البيئة. وهذا ما يؤكد هذا النهر الصغير وسط سيول. في السابق كان مغطى بالخرسانة قبل أن يتم تغييره من جديد ليصبح شبه طبيعي، مكان للاستجمام وسط زحام المدينة.
أيضاً مبنى البلدية الجديد يعد نموذجاً يحتذى به. استهلاك هذا المقر الإداري الضخم من الطاقة المستخدمة في الإضاءة والتدفئة يقل ب20% عن المعتاد. مديرة التصميم سان هي لي تعتمد مثلاً على الحرارة الأرضية والطاقة الشمسية، وهي تقنيات يفترض أن يتم تعميمها مستقبلاً على كامل المدينة. فسيول تريد حتى عام 2020 خفض انبعاثات الغازات بنسبة الربع. تصميم البناء يلعب هنا دوراً محورياً. مقر البلدية الجديد ليس البناء الوحيد الصديق للبيئة، بل إن الكثير من المساكن يجري الآن إصلاحها ليقل استهلاكها من الطاقة. وحتى المنزل الذي أعيش فيه منذ 30 عاماً تم تجديده مؤخراً، وأكثر ما أفخر به هي حديقة السطح الجديدة التي صممتها بنفسي. بالمال ولكن أيضاً بالكثير من القواعد الصارمة، تم مؤخراً تجهيز 100 من أسطح المنازل بالحدائق، وهو ما يقارب مساحة 30 ملعباً لكرة القدم. وبذلك تقترب هذه الحاضرة من هدفها الطموح، وهو أن تصبح الأكثر خضرة بين المدن العملاقة في العالم.